مرحبا بكم في فيديو تدريبي مقدم من شركة تريست أنجل. سنتعرف اليوم على ميزة مستويات الأسعار في نظام نت سويت. تتوفر قائمة مستويات الأسعار عند تفعيل ميزة المالتيبل برايسينج، وتستخدم مستويات الأسعار في ملفات الأصناف لنتمكن من إعداد أسعار متعددة لكل صنف، وأيضا لنقوم بتعيين هذه المستويات للعملاء. بداية سنقوم بإنشاء مستوى سعر جديد عن طريق الذهاب إلى Setup Accounting Accounting Lists. سنقوم بتأكد من اختيار الـ Price Level في الفلترز. يقوم NetSuite بإنشاء ثلاث مستويات بشكل افتراضي: Alternate Price 1, Price 2, Price 3، بالإضافة إلى الـ Base Price. ولإنشاء مستوى سعر جديد سنقوم بالنقر على New. سأقوم بتعديل المستويات الذي قام نتسويت بإنشائها بشكل افتراضي عن طريق النقر على Edit. في البداية سأقوم بإعادة تسمية المستوى في حقل الماركب Discount. يمكننا إضافة نسبة موجبة للماركب أو سالبة لعمل Discount، وسيتم احتساب أسعار هذا المستوى بتطبيق هذه النسب المئوية على السعر الأساسي أو Base Price. سأقوم على سبيل المثال بإضافة نسبة مئوية موجبة للماركب. ولتحديث جميع الأصناف التي تستخدم هذا المستوى سنقوم بعمل Update Existing Prices. وإذا كنا نريد إلغاء تفعيل هذا المستوى سنقوم بعمل Inactive. عند الانتهاء سأقوم بالنقر على Save. سأقوم الآن بتعديل Price 2، إعادة تسميته، وسأقوم على سبيل المثال بعمل نسبة مئوية سالبة للديسكاونت، Update Existing Prices، ونقر على Save. وسأقوم الآن بتحديث Price 3 بدون أي نسبة مئوية للماركأب أو الديسكاونت. وبعد إنشاء مستويات الأسعار الخاصة بنا، سنقوم بتعيين قيم هذه المستويات لكل صنف عن طريق الذهاب إلى Lists Accounting Items. في ملف الصنف، سنقوم الآن بالذهاب إلى Sales Pricing، Pricing Subtab، ومن ثم البدء بتعبئة قيم هذه الأسعار للـ Base Price. وكما نلاحظ فإن مستوى السعر الثاني والثالث قام باحتساب القيمة بشكل تلقائي بناء على البيس برايس وعلى النسب التي قمنا بتحديدها عند إنشاء هذا المستوى. وبالنسبة للمستويات التي لم نضع لها نسبة للماركب أو التسكاونت، فيتوجب علينا أيضا أن نقوم بتحديد قيمتها بشكل يدوي مثل البيس برايس. عند الانتهاء سنقوم بالنقر على سيف. ولتعيين مستوى السعر الذي قمنا بإنشائه لأحد عملائنا، سنقوم بالذهاب إلى ملف هذا العميل، ومن ثم الذهاب إلى الـ Financial Subtab، واختيار الـ Price Level لهذا العميل، ومن ثم النقر على Save. وعلى سبيل المثال، سنقوم بإنشاء Sales Order جديد، واختيار العميل الذي قمنا بتعيين مستوى السعر السابق له. سنقوم الآن باختيار الايتم الذي قمنا بتعبئة مستويات أسعاره. وكما نرى فقد جلب النظام السعر الذي قمنا بتحديده سابقا لهذا العنصر، ولكن يمكننا تغيير مستوى السعر الافتراضي لهذا الصنف. نشكر لكم حسن متابعتكم. تم تقديم هذا الفيديو من فريق تريست أنجل.